يا رب الهمنا الثواب وجعلنا يا رب العالمين من أهل الرشد ومن أهل الحكمة حتى نرى الوسع. يا رب ألهمنا أن نرى الوسع، وألهمنا يا ربنا أن نرى مددك وأن نرى سندك وأن نرى أنك أنت السيد الذي لا يترك عبيده، ونكتفي بقولك أليس الله بكاف عبده. يا رب اجعلنا في أمانك وفي ضمانك وفي سعتك وفي مددك يا رب العالمين، واجعلنا لا نخاف من شيء لأننا في أمانك وفي حضرتك وفي حفظك يا كريم يا ودود يا رب العالمين.